زميلتنا لمياء موجودة النهاردة في وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللي هتتابع معنا تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية في مجلس النواب، وكمان بعض القضايا اللي تخص كمان هذا تصويت وطريقته ورصد الأصوات. إليك يا لمياء، وتابعي أو شاركينا بما يحدث الآن داخل وزارة الهجرة. احنا عارفين بيبقى فيه دايما غرف عمليات مستمر. صباح الخير عليك دينا وعلى سادة المشاهدين في كل مكان. احنا النهاردة او خلينا نتكلم على اننا انتهينا من المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب 2020، ويعني جاري الاستعدادات الكاملة في كل اجهزة الدولة المعنية بهذه الانتخابات، استعداداتها للانتخابات في المرحلة الثانية، وخاصة المصريين في الخارج اللي هتبتدي يوم الاربعاء والخميس والجمعة الجايين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري. خلينا نتكلم على تفاصيل اكتر مع سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. صباح يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا. خلينا نتكلم عن تفاصيل هذه الغرفه، غرفه العمليات المركزيه بالتعاون مع الهيئه الوطنيه للانتخابات اللي بتسهلوا فيها كل الاجراءات للمصريين بالخارج. الحقيقه بدات اعمال تصويت المصريين في الخارج منذ 9 صباح أمس وبتنتهي مساء اليوم الساعه 9 مساء. غرفه عمليات وزاره الهجره مكلفه بالرد على كافه الاستفسارات والاسئله من المصريين في الخارج اثناء عمليه التصويت. الرد على هذه الاستفسارات بيكون بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بنرد على كافة الاستفسارات الخاصة بإجراءات التصويت. قبل كده كان إجراءات التسجيل، يعني عايزة أقول لحضرتك أن غرفة عمليات وزارة الهجرة لم تبدأ بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية اللي احنا فيها دلوقتي، ولكن هي بدأت منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن تواريخ التسجيل، عن تاريخ إعداد الانتخابات، عن إجراءات التصويت. كل ده الحقيقة كانت وزارة الهجرة بتعلم المصريين في الخارج بهذه الإجراءات وبالشرح التفصيلي من خلال أفلام توضيحية نوضح فيها هذه الإجراءات، خاصة حضرتك عارفة أنه بالبريد المرة دي نظرا لجائحة كورونا. فبالتأكيد أنه الرد على هذه الاستفسارات مهم، والتواصل مع المصريين لتشجيعهم وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات ده أيضا مهم. خلينا نتكلم كمان عن الاجتماع اللي عملتيه مع المصريين بالخارج والإجراءات المختلفة في ظل جائحة كورونا، لأن حضرتك في لقاء سابق كنت قلتي كورونا حرمتنا شوية من المشهد الإيجابي لصفوف المصريين بالخارج، وبدأ التعامل بأن هم يبعثوا البريد السريع. فخلينا نتكلم على تفاصيل هذه الجائحة وإزاي واجهتوها. زي ما حضرتك بتقولي احنا يمكن اتحرمنا من الصور الإيجابية المضيئة للمصريين في الخارج، إبان كل الاستحقاقات الدستورية الحقيقة شفناهم وهم قدام أبواب السفارات والقنصليات. إنما في ظل جائحة كورونا وحفاظا على المواطنين واحتراما للإجراءات الاحترازية للدول الأخرى، فكرت الدولة إن هي يبقى الانتخابات أو الاستحقاقات الدستورية تكون عن طريق البريد السريع، وده شفناه في انتخابات مجلس الشيوخ وبنشوفه في انتخابات مجلس النواب. بالتأكيد أنه إحنا عبر زوم، الاجتماع زوم اللي بعمله مع المصريين في الخارج أثناء المرحلة الأولى برد بيها بنفسي من خلال غرفة العمليات على كل هذه الاستفسارات، بعرف شعورهم، بشوف إذا كان في أي استفسارات أي مشاكل على طول من خلال الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات بيتم تسهيل كل هذه الأمور. تواصل مباشر مع المصريين في الخارج مهم جدا، إحساسهم بأن الوزارة والوزيرة معاهم أيضا في عملية التصويت وإجراءاتها ده أيضا شيء مهم. أكتر الأسئلة اللي الناس بتسألها طول الوقت يعني عبر زوم أو غيره بيبعتوا لكم على البريد أو الواتساب، في أرقام طبعا مخصوصة على الواتساب للاستفسارات والبريد الإلكتروني. يعني طبعا الأسئلة والاستفسارات خاصة بالأمور الإجرائية. على سبيل المثال أنا مصرية في الخارج، قمت بتسجيل عبر طبعا الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات وحصلت على الرقم الكودي، ولكن لظروف يعني خاصة بي أنا دلوقتي موجودة على أرض مصر، فهل ممكن أن أنا أصوت مع المصريين في الداخل؟ الإجابة ما ينفعش، لأن هي طالما سجلت في الخارج وليها لجنة في الخارج ما ينفعش تصوت في الخارج في الداخل. إنما لو هي ما سجلتش في الخارج ممكن أن هي تصوت في الداخل طالما هي على أرض الدولة. استفسارات أخرى خاصة بموضوعات التسجيل، لأن كان في فترة محددة أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عن ضرورة تسجيل المواطن لي طبعا بياناته عشان يحصل على رقم الكودي، فكان في بعض الاستفسارات أيضا الخاصة بموضوعات التسجيل. وبعد كده في المرحلة الأولى كان في بعض المواطنين اللي لم يستطيعوا أن يسجلوا نظرا يعني لأي ظروف ما، فطبعا بنعتذر لهم أنه كان لابد من التسجيل حتى يتتم عملية التصويت. امبارح كان في أسئلة جديدة خاصة بمصريين مثلا بيشتغلوا على مراكب شركات بترول في أعالي البحار،
والحقيقة هم سجلوا وقاموا بعملية التسجيل والحصول على رقم الكودي، إنما من ضمن المستندات المطلوبة إن هو يبعت الإقامة بتاعته، هو ملوش يعني إقامة طالما هو قاعد على مركب. فالحقيقة كل الاستفسارات كل الأسئلة مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنجاوب عليها، ومواطن يعني الحقيقة بيقدر إن في رد سواء بالسلب أو بالإيجاب. أشكرك في نهاية اللقاء، شكرا جزيلا سيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهي ردت على كثير من الاستفسارات الخاصة بأسئلة المصريين بالخارج، وكلمت عن مشاركتهم الإيجابية، وكلمت أن احنا صحيح اتحرمنا من المشهد الإيجابي لصفوف المصريين بالخارج يعني في صناديق الاقتراع وغيره، ولكن في حل تم يعني ابتكاره هو البريد السريع لمشاركة المصريين في هذا الاستحقاق التاريخي. إليك دينا. أشكرك شكرا جزيلا يا لميا.